الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن موضوع خطبتنا هذه الجمعة هو التزويج، أو أحكام الزواج والتزويج. أيها المؤمنون، اتقوا الله واعلموا أن حفظ الفروج هو أحد الضروريات الخمس التي أمر الله عز وجل بالحفاظ عليها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والأدلة أيها المؤمنون على الحث على الزواج وتيسيره كثيرة، لما يترتب على الزواج من المصالح العظيمة، والتي أعظمها حفظ الفروج من الوقوع في الزنا المحرم شرعا وعقلا، ومنها حفظ الفروج من الضياع والانتهاكات لا مشروعة، ولما يترتب كذلك على الزواج من تحصيل وتكتير النسل البشري، وخاصة نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وكذلك لما يحصل ويبنى على الزواج، وهو إنشاء وتكوين أسرة جديدة توحد الله عز وجل، وتقيم شرعه، وتعبده وحده، ولا تشرك به شيئا. أليس صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال فقال له: إن الله يقرئك السلام ويأمرني أن أعتمر بأمرك، فإن أمرتني لأطبقن عليهم الأخشبين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركهم، فلعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فهذه أيها المؤمنون هي نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فقدها كثير من المسلمين في زماننا هذا، النظر إلى المآل والمستقبل من تكثير المسلمين الموحدين، وفتح بيوت مسلمة تعبد الله وتخافه ولا تشرك به شيئا، حتى ينتشر هذا الدين وتعلو راية الإسلام والمسلمين. ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق التزاوج والتكاثر والتناسل، وبابه الوحيد هو الزواج الإسلامي الصحيح المبني على شرع الله وهدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن البيوت أيها المؤمنون ممتلئة بالنساء العانسات التي فاتهن قطار الزواج بسبب التأخر فيه، أو غلاء المهور، أو شروط ما أنزل الله بها من سلطان يضيق بها على الشباب وتحرم بسببها الفتيات. إن البيوت أيها المؤمنون تئن من كثرة العوانس
والبنت إذا فاتها سن الزواج فإن الرجال ينصرفون عنهن، وبالتالي تكون محرومة في وقت شبابها، الوقت الذي أحوج ما تكون فيه البنت إلى زوج تعيش معه حياة سعيدة وهنية. وسن الزواج حين تضطر المسكينة للخروج لكسب لقمة العيش، فيحصل بعد ذلك لها مخاطر عظيمة، يعود ضررها على الأسرة أولا التي حرمتها، وعلى المجتمع ثانيا الذي ضيعها. فالواجب أيها المؤمنون تزويج الفتيات في سن الزواج الذي يرغب به الرجل قبل أن تفوت هذه الرغبة فتبور النساء. ثم إن تأخير الزواج على الفتيات يترتب عليه من تفويت الاستمتاع بالزوج، وما يترتب عليه من تفويت الاستمتاع بالزوج يحملها على التعلق بالشباب أو الشابات الفاسدات. وأشد من ذلك أن الفتاة ما دامت في سن الفتوة فإن الفساق يغازلونها ويخاطبونها، إما بواسطة الهواتف أو الإنترنت وغير ذلك من وسائل الاتصال، فتجد البنت في بيت أبيها بجسدها، وأما قلبها وروحها فمع من يخاطبها من بعيد. فاتقوا الله عباد الله، فكم فسدت من البنات بسبب تأخير زواجهن. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وذلك لأن الأعراض تضيع لأن الفتاة لا بد لها من زوج، لا بد لها من تنفيذ ما فيها من الرغبة إلى الرجال، إما عن طريق الحلال أو عن طريق الحرام. فإذا فات الحلال لجأت إلى الحرام، لا سيما والمغريات كما تعلمون والدوافع كثيرة، والموانع التي تمنع إما أنها قليلة أو غير موجودة. فاتقوا الله أيها المسلمون في بناتكم، إن ولي المرأة إذا تمانع من تزويجها فإنه يكون عاضلا لها، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. أيها المؤمنون، في الإسلام إذا عضل الولي المرأة ومنعها من الزواج من الرجل الكفر فإن الولاية له عليها تسلب منه وتخلع وتنتقل إلى من دونه، إما على يد القاضي أو المحكمة الشرعية، وذلك لتدارك الخطر الذي هو أعظم من ولاية الأب أو غيره. فالنساء كما تعلمون أيها المؤمنون فتنة على الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وليس هناك من عاصم لهذه الفتنة وهذا الفساد الكبير إلا بالزواج الذي جعله الله عاصما للفروج وحافظا للأعراض، والذين هم لفروجهم حافظون. أيها المؤمنون، قد يقول قائل: أنا ما أتاني من راغب ولا خاطب يطلب ابنتي. فنقول له ولأمثاله: إذا كان هذا صحيحا وحقا وصدقت فيما قلت، فنقول لك بدورنا: أنت التمس لها زوجا صالحا، التمس لها زوجا واخطبه لها، فلا مانع من ذلك، فقد كان خير البشر بعد نبيهم عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه، كان يعرض ابنته على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وها هو الرجل الصالح عندما قال لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. بل يستحب لك أيها الأب أن تختار لابنتك من ترضه لها زوجا وتعرض عليه ذلك. وهناك أيها المؤمنون من عنده نية فاسدة في بقاء ابنته من غير زواج بحجة الدراسة أو أنها موظفة لكي تضر عليه من النقود والدولارات ما لو زوجها لم قطع عنه ذلك، فهو يستثمرها ويستغلها، وهي المسكينة لجهلها تفتن بالوظيفة وبالراتب ولا تدري ماذا يفوتها من الزواج الذي به صلاحها وفلاحها وخيرها في الدنيا والآخرة. وكذلك أيها المؤمنون، من معوقات الزواج كثرة التكاليف التي شنها الفساق والجهال على الزواج من غلاء المهور ومن إقامة الحفلات والولائم الكبيرة التي لا يستطيعها كثير من الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا. فيسر الزواج أيها الآباء
واعلموا أن المرأة لا غنى لها عن الرجل مهما كانت، أولاً لما فيه مما تريده النساء من الرجال، ثانياً لما تحتاجه من قوامة الرجل عليها، وليس ذلك لأبيها أو لأخيها، إنما هو لزوجها. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا بتزويج بناتكم، والتمسوا لهن من يصلح لهن، فاتقوا الله في النساء، فإنهن أمانة عندكم وفي أعناقكم، وأنتم مسؤولون عنهن، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأنتم أيها الشباب، وأنتم أيها الشباب أقول لكم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ غركم بالله الغرور. تعزفوا عن الحلال، ألم تعلموا أن من امتنع عن الحلال فقد دفع نفسه إلى الحرام؟ قال عمر بن الخطاب لأحد العازفين عن الزواج: ما منعك والله إلا عجز أو فجور؟ لقد والله وعدكم الله أيها الشباب بالغنى وسعة الرزق، وهو لا يخلف وعده سبحانه. ألم يقل سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله أحدكم في النصف الثاني؟ والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنصيحتي للشباب العزل ألا يدخروا جهدا ووسعا في السعي إلى الزواج والاقتران بذوات الدين والخلق الحسن، عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكركم أيها الشباب بفوائد الزواج، لعلها تكون حافزة ومرغبة لكم في هذه العبادة التي تكاد أن تصبح محالا في زماننا هذا. من فوائد النكاح أيها الشباب المؤمن: أولا، أنه الطريق الوحيد والصحيح لحفظ النوع البشري وسلامته من الفناء والانقراض والاختلاط. ثانيا، أن به تحصل كثرة الأمة وزيادة عددها، وهذا مطلب شرعي قد سبق الحديث عنه آنفا، إذ هو من أسباب قوة الأمم وهيبتها مع العناية بحسن التربية والتعليم كما لا يخفى. ثالثا، أن الزواج وسيلة عظيمة، وسيلة عظيمة النفع لغض البصر وحفظه، ولا يخفى ما في إطلاق البصر من الآثار السيئة والسلبية، إذ هو سبب في عذاب النفس وتشويش القلب، كما أنه من أبرز أسباب الوقوع في الفاحشة. كما أن في غض البصر راحة للقلب وسكينة النفس وتذوق حلاوة الإيمان. رابعا، تحسين الفرج ووقايته من فاحشة الزنا، هذا الداء الخطير الذي أصاب الأمة في مقتلها، حتى أصبح عند كثير من المسلمين الزنا من المسلمات، بل الذي لا يزني ويعرف نفسه عن الوقوع في الزنا يتهم بأنه متخلف ومريض نفسية وغير مسائل للحضارة للحضارة المنفتحة وغير مسائل للحضارة المنفتحة، فيا لله لمثل هؤلاء. خامسا، وقاية المجتمع من آفة الفواحش كاللواط والصحاق والتخفيف من هذه الأوبئة بنسبة كبيرة. سادسا، وقاية المجتمع من الأمراض المهلكة والمستعصية التي سلطها الله وعاقب بها الزنا كالإيدز والسيلان والزهري وغيره من الأمراض التي استعصت على الأطباء، كل ذلك بسبب فاحشة الزنا. سابعا، مصلحة الرجل حيث يوجد من يعتني به ويهيئ له طعامه وشرابه وفراشه ويربي له أبناءه ويحفظ ماله ويؤنس وحشته. ثامنا، مصلحة المرأة حيث تجد من يسعى عليها ويؤنسها ويقوم برعايتها والنفقة عليها ويصونها من كل أذى ومكروه. تاسعا، التعاون على تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة، إذ لا يمكن لأحد الأبوين القيام بها بمفرده إلا مع وجود الطرف الآخر. عاشرا، حصول الأجر والتواب، ففي إتيان الرجل زوجته أجر عند الله، قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فالواجب عليك أيها الشاب أن تبادر إلى الزواج وألا تتأخر عنه لعذر من الأعذار الواهية كرغبتك في البقاء حرا طريقا تعبث ببنات المسلمين وغير المسلمين، أو طريقا غير مقيد بقيود الحياة الزوجية والأسرية، أو بداعي
مسايرة الأصدقاء الغير المتزوجين الذي يقضي معهم معظم وقته. وكذلك بالنسبة للفتيات، بادروا بالزواج متى ما تقدم لكم الكفء من الرجال، ولا تردوه بدعوى حب إكمال الدراسة أو العمل أو كون الأخت الأكبر لم تتزوج بعد، فلكل رزقه وأجله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأما أنتم أيها المتزوجون فأقول إن الرابطة الزوجية رابطة عظمى صدرت عن رغبة واختيار، وانعقدت عن خبرة وسؤال وإيثار. والأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع، بصلاحها تصلح الأوضاع، وبفسادها تفسد الأخلاق والطباع. ركناها وقائداها زوج وزوجة، يجمع بينهما ولاء ووفاء، ومودة وصفاء، وتعاطف وتلاطف، ووفاق واتفاق، وأدب وحسن أخلاق. أيها المسلمون، إن سبب كثرة المشاكل الزوجية وتفاقم الخلافات الأسرية وظهور النزاعات وشيوع الطلاق والفراق إنما مرده لتقصير في معرفة الأحكام الشرعية للحياة الزوجية وما تقتضيه المسؤولية الأسرية، إذ كيف تكون الأسرة في هناء وصفاء والزوج ذو بذاء وجفاء؟ إذا غضب نفط ونفث واكفهر وزمجر، في حب الأناه والذات خيره مقفل وشره مرسل، كف يابس ووجه عابس، ومعاملة فاسدة وأقوال سافلة تورث جرحا لا يندمل وصدعا لا يلتئم، فيترك المرأة حسيرة كثيرة حائرة بين نارين أحلاهما مر، إما أن تطلق وإما أن تعلق. وإن من الأزواج من إذا غضب على المرأة كدها وهدها وقاهرها وظلمها وأكل مالها ومنعها حقها وعيالها، وترك أسيرة الأحزان تعاني كرب الأشجان تئن الإحسان. يا أهل الإسلام والإيمان أين الإحسان؟ أيها المسلمون، كيف يكون لأسرة هناء وصفاء والزوجة ولاجة خراجة؟ اقتربوا جزاكم الله خيرا، افسحوا لإخوانكم. كيف يكون لأسرة هناء وصفاء والزوجة خراجة ولاجة، ثرثارة مهذارة، طعانة لعانة، لا تجيب إلى إنصاف ولا ترضى بعيش الكفاف، تئن عند طلباتها تفاخرا ولا ترضى لأمرها معارضا، مقصرة مفرطة ومسرفة مفرطة، كثيرة النوم واللوم، لا كحل ولا حناء، شوهاء فوهاء، وتبطل الحق بالبكاء، تنسى الفضل وتنكر الجميل، وتكثر الصراخ والعويل، إن أحسنت إليها ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فاتقوا الله أيها الزوجان في حياتكم الزوجية، عطراها بالحقوق ولا تدمراها بالعقوق، وليقم كل واحد منكم بما أوجبه الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيتها المرأة المسلمة، كوني لزوجك أرضا يكن لك سماء، كوني له مهدا يكن لك عمادا، وكوني له أمه يكن لك عبدا. تعهدي وقت طعامه، والزمي الهدوء عند منامه، فإن مرارة الجوع ملهبه، وتنغيص النوم عليه مغضبه. اسحبيه بالقناعة، وعاشريه بحسن السمع والطاعة، لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، واحذري أنواع التقصير واجتنبي أسباب التكدير، ولا تصومي صيام تطوع وزوجك شاهد إلا بإذنه.
ولا تدخلي بيته من يكره إلا بإذنه، واعلمي أن أشد ما تكوني له إعظاما يكون لك عونا وإكراما. فإنك إن صليت خمسك وصمت شهرك وحفظت فرجك وأطعت زوجك فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، يقال لك ادخلي من أيها باب شئت. أيها الزوج الكريم، اتق الله في زوجتك، لا تكلفها ما لا تطيق، وأعنها عند الضيق، واشفق عليها إذا تعبت، وداوها إذا مرضت، وراعها عند ظروف حملها ونفاسها ورضاعها. واعلم أن قوامتك عليها لا تعني القهر والغلبة والاستبداد والظلم والاعتداء، بل هي قوامة تحفظ لها كرامتها وتستوجب تعليمها وتأديبها وإعفافها. ولا يكون جل همك مراقبة أخطائها وإحصاء زلاتها، ولا تبالغ في إساءة الظن بها بلا ريبة، ولا تتغاضى عما يخل بالدين والعفة والمروءة، واحذر شكا قاتلا وظن سوء مدمرا. وإياك والمعاتبة الكثيرة، فإنها تورط الضغينة، ولا تمنع أهلك مستحبا فيملوك ويكرهوك ويستعجلوا موتك. كن جوادا كريما، فإنه من جاد ساد، ولا خير في الصرف ولا صرف في الخير. عاملها بلطف على الدوام، وتحدث معها وإليها بمنتهى الاحترام، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال اتقوا الله في النساء، وقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لا تسمح للأولاد بإهانتها أو بمواجهتها كلامية بطريقة غير لائقة تحت أي ظرف كان، وذكرهم بقوله سبحانه ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فكرامة الأم لا تقدر بثمن، فتذكر مكانة أمك بقلبك، وازرع نفس الاحترام في قلب أولادك تجاه أمهم. في غيابها تكلم عنها بخير، وذكرهم بجميل صفاتها مهما كنت تعاني معها من مشاكل زوجية، وكل ذلك لأجلهم لا لأجلك أو لأجلها. أيها الزوج، قد تشعر مع السنين أن جسدها بدأ يفقد جماله، والدهون بدأت تتراكم مكانه، لا سيما بعد الحمل والولادة، فحاول ألا تشعرها بانزعاجك، وبدل أن تبحث عن صيد جميل شجعها على ممارسة الرياضة، وإن لزم الأمر شاركها باتباع حمية غذائية ريثما ينحل المشكل. لا تنتظر منها أن تطلب منك المال، بل كن مثالا للكرم والجود في عيون أسرتك. إن عدت مساء ووجدت مزاجها مستاء فلا تتأفف وتصف جو المنزل بالهم والغم والنكد، بل قل لعل يومها كان شاقا، واكسر جليد الهم هذا بحسن خلقك وكريم حلمك، واعلم أن الله يجازي على الخير خيرا وإحسانا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، واتقوا الله واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه يا رب تفرقا سالما من الذنب معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا مديونا إلا قضيت عنه دينه، ولا مكروبا إلا نفست عنه كربته، ولا مهموما إلا فرجت همه. اللهم ارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من علمنا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.